مقرمش من الخارج، مذاق شوكولاتة غني، رطب خفيف. ترى هذا مو كلام داعية، هذا فعلا في جولدن براون وفي كوكيز البراونيز اللي ما توقع باقي بيت في السعودية ما دخل هذا المنتج، لأنه مع القهوة السعودية غير. حطه في الثلاجة ومتى ما جاءك ضيوف غالين سخنه وقدمه على طريقتك الخاصة. إذا أنت أختي الغالية ويا أخوي الغالي زيي ما تتقلط عليك القهوة إلا قدامك صحن حلا، أنصحك تجربه لأنه يذوب في الفم وخفيف ورايق وفعلا غني بالشوكولاتة. بسم الله ما شاء الله، أي سوبر ماركت كبيرة بتحصلونه، ولو رفعت الشاشة بيعطيك نقاط البيع كلها. جربوه على الصباح على الحليب الحار، اغمسوا في الحليب وجرب. بسم الله ما شاء الله. وعليكم يا سنابي وين يا خالي؟ هذا سنابك يا محمد، شوفني. بيض الله وجهك يا عتيبي، انا اعرف، انا ادري الخير سم. انا ادري انا جهه الطايب. سنابي له يومين وش جاء، مره زودوها بها مره نقصوها، عز الله ما قدروا يعدلوها، قلب عليها من الطايب عتيبي، قال لك ابوها ما تحب شيخ عتيبي يضبطه. ما اتعلم المرجله، شوف كيف كمان عزيز انا في البيت معاك وانا رجال يا ده، انا سوق المرجله سوق. والله انك ما انت داري عن الرجوله ايش هي، هي فؤادي وانت فؤادي طفل. يا ابن الحلال اللي علمني. اللهم صل وسلم. يا ولدي لا ترفع صوتك على اخوك، هذا اخوك الكبير، انت مو طفل، انت شيخ الحمير. والله يا غازي بيض الله وجهك، والله ما تدري ايش الهم اللي شلته من راسي. ايوه كان المياه عادت زي ما جاريها، الحياه لطبيعتها رجعت الدنيا، الناس ما تدري ايش الهم اللي كان علي. الناس يحسبون السناب مجرد قفل حسابك وروح افتح حساب ثاني، والله العظيم يعني ما دروا انه رزقك ومصدر دخلك. ايش فيه وما حد درى يا بربيع ايش ورا الكواليس، يعني في كلام ما ينقال، بس محمد يعني قائم على اسر. جلسنا انا وبريان من الليل امس ما نمنا، الى الان والله ما نمنا، جالسين نفكر التزامات والديون اللي عليه والاسر اللي قائم عليها. الحمد لله تلنا الهم والقلق. ايش اسوي فيك؟ الهم والقلق ما نمنا، رايحين جايين على الحمام. شوف ثاني مره اتقفل حسابك، روح دور لك عتيبي افتح لك السناب يا حبيبي، روح بلط البحر ساعتها. ممكن تديني نجمه في الواتساب لو سمحت؟